اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تكنو نايل. بنتوفيه كما تعودنا دائما على اهم الاخبار اللي بتخص عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء في مصر او في العالم. عندنا النهارده اكتر من وقفه حواريه، منهم موضوعين متعلقين بمسابقه تريبل اس. هي مسابقه الهدف منها ايجاد او اكتشاف مواهب جديده عندها تفكير خلاق ومبدع في كيفيه التخطي او التغلب على الصعاب. عندنا فريقين مصريين فازوا بمراكز متقدمة في هذه المسابقة. الفريق الأول قدم تصميم جديد لأول مرة بيتم تقديمه في العالم لشكل مبنى دوار، ومن المفترض أن هذا الفريق حصل على وعود بتصميم هذا المبنى في مصر في عام 2020. الفريق الآخر قدم تصميمات لمباني يمكن أن تقاوم الضربات الصاروخية. موضوعنا الثالث الحواري في هذه الحلقة هو عن تطبيق دوسات اللي قدم خدمات جديدة بتمكن الأشخاص المستخدمين لهذا التطبيق من حل مشاكلهم عن طريق طرح الأسئلة وتلقي الإجابات عليها. نتوقف الآن مع هذا التقرير الذي نبدأ به الحلقة، نطوف فيه بين أخبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نعود بعده لنبدأ أول وقفتنا الحوارية. تعتزم شركة أمريكية تصنيع صاروخ فضائي طبعت أجزاؤه كلها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، ويرجح أن يحمل الصاروخ ثنائي المراحل تيران 1 إلى مدار الأرض المنخفض قمرا صناعيا بوزن 1250 كيلوغرام. وقالت الشركة أنها تمتلك أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم من طراز تارجيت، والتي بوسعها طباعة أجزاء الصاروخ خلال 60 يوما، مضيفا أن الطابعة تدخل عليها باستمرار تعديلات لرفع سرعة عملها. ويتكون الصاروخ المزمع طباعته من 1000 جزء في الوقت الذي تقضي سبل الإنتاج الكلاسيكية بإنتاج ما يزيد عن 100,000 جزء للصاروخ. بدأت وكالة ناسا الأمريكية مؤخرا باختبار تقنية غير مسبوقة لمراقبة أحوال الطقس والمناخ والغلاف الجوي للأرض. وتعتمد التقنية الجديدة على إطلاق أسراب من الطائرات المروحية المسيرة، بإمكان كل منها حمل 25 درونا ورقيا صغيرا مزودا بحساسات لقياس درجة حرارة الهواء ومعدلات الرطوبة والضغط، وإرسال تلك البيانات لاسلكيا للطائرة التي كانت تحمله. وبعد إسقاط الدرونات الصغيرة من السماء كالمطر، سيكون بالإمكان التحكم بحركتها أثناء الطيران عبر أنظمة جي بي إس الملاحية. ويرى بعض الخبراء أن نجاح هذه التقنية سيبشر بإمكانيات الاعتماد عليها مستقبلا لمراقبة الأرض والمناخ بدلا من استخدام الأقمار الصناعية، لكن خبراء آخرين تخوفوا من أن تستخدم هذه الدرونات لأهداف غير مدنية. ابتكر مجموعة من العلماء جهازا جديدا قادرا على اكتشاف وفك تشفير إشارات الدماغ وإعطاء هدية الكلام إلى فاقدي هذه القدرة. ويمكن للأقطاب الكهربائية المجهزة في الإنسان أن تلتقط ما يريد أن يقوله الشخص وتحوله إلى إشارات رقمية يتكلمها بعد ذلك صوت آلي. وتعتمد التقنية الجديدة على إشارات الدماغ المصممة لتحريك أجزاء من الوجه والحلق في الكلام مثل حركات الفك والحنجرة والشفتين واللسان. ويقدم هذا الجهاز أملا لبعض مرضى السكتات الدماغية ومن تعرضوا لإصابات في الدماغ ومرضى سرطان الحنجرة ومرضى باركنسوس أو التصلب المتعدد لاستعادة القدرة على الكلام. ابتكر باحثون طائرة مطورة تشبه البالون قادرة على التحليق السريع بين دولتين مع انتقالها من كونها أخف من الهواء إلى أثقل منه بسرعة كبيرة. وتعتمد الطائرة على تقنية تعرف باسم دفع الطفو المتغير، والتي تستخدم عادة في المركبات تحت الماء. ويسمح تردد فونكس التي صممها الأكاديميون في اسكتلندا بانتقالها عبر الهواء مثل الطائرة بدلا من التحرك لأعلى وأسفل مثل البالون.
ويقول المصممون إن الطائرة خالية من المحرك ويمكنها الحفاظ على حركتها الأمامية لفترات طويلة، ويمكن أن تكون بديلاً أرخص للأقمار الصناعية. كشف باحثون عن رقعة بسيطة قابلة للطباعة يمكن أن تتحدى أنظمة المراقبة القوية والذكية القادرة على تتبع حركاتنا بدقة متناهية. وفي عرض توضيحي أظهر مهندسون من جامعة كيوليفن في بلجيكا كيف تمكن المشاركون الذين يرتدون الرقعة المبتكرة من التهرب من خوارزمية مصممة لتحديد هوية البشر. وأوضح باحثان أحدهما لا يضع الرقعة والآخر يحمل رقعة ملونة معلقة حول عنقه آلية عمل التقنية الحديثة، وتبين أن الباحث الذي يملك الرقعة غير مرئي بالنسبة للخوارزمية الكاشفة. ونظرا لأن أنظمة الذكاء الصناعي أصبحت أكثر تقدما واستخدامها في المراقبة أكثر شيوعا، حذر بعض النقاد من أنها تفسح المجال أمام ثقافة المراقبة الجماعية من جانب الحكومات. كشفت إحدى الشركات النقابة عن سيارة كهربائية صغيرة مزودة ببطاريات قابلة للاستبدال، وأوضحت الشركة أن السيارة الصغيرة تشتمل على 3 مقاعد وتظهر بطول 33 متر وعرض 166 متر، في حين يبلغ وزنها 650 كيلوغرام بفضل اعتمادها على هيكل من الألومنيوم وجسم من ألياف الكربون. وينبض داخل السيارة محرك كهربائي بقوة 15 كيلو وات يعمل على المحور الخلفي، ويدفع السيارة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، في حين تتيح البطاريات بسعة مجموعها 16 كيلو وات ساعة بلوغ مدى السير 160 كيلومتر. وركبت البطاريات في درجين بأرضية السيارة يمكن إخراجهما وخلعهما لإعادة الشحن. نشر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك صورة جديدة لاختراعه الأخير على منصة إنستغرام، والذي يأتي في شكل صندوق خشبي متوهج. وقال زوكربيرغ إن هذا الصندوق عبارة عن صندوق نوم يجيء بشكل ضعيف لمدة ساعة كل صباح. وأضاف زوكربيرغ في منشوره على إنستغرام أن زوجته بريسلا من ألهمته لابتكار هذا الاختراع، لأن نومها أصبح أكثر صعوبة منذ أن كان للزوجين ابنتان معا. وكتب زوكربيرغ أن بريسلا ستستيقظ كل فترة وتتحقق من الوقت على هاتفها لمعرفة ما إذا كان قد اقترب موعد استيقاظ الأطفال، وهو الأمر الذي يعتبر مجهدا لها بشكل كبير ويمنعها من النوم من أن تغفو مرة أخرى. وأضاف أن الصندوق لا يظهر الوقت لمنع بريسلا من القلق بشأن الساعة. أهلا بكم بعد هذا الاستعراض لأهم أخبار التكنولوجية على مدى الأسبوع الماضي. الوقت بنلقي الضوء على خدمة جديدة أطلقها تطبيق دوسات. هذه الخدمة أسماها خدمة تواصل، بتساعد من خلال التواصل طرح الأسئلة والأجوبة على تخطي المشكلات أو الوصول إلى معلومات ما لخدمة المشتركين. أيضا أطلق إشعارات، منها إشعارات عامة وإشعارات خاصة، وإضافة مميزات جديدة خلال شهر رمضان. إيه هي هذه المميزات وإيه الإشعارات؟ ونقترب أكثر من هذه الخدمة. معنا عبر الهاتف من فلسطين ماس وتد، مؤسسة تطبيق دوسات. ماس مساء الخير. مساء النور، يا هلا، ريحة رمضان على البواب، وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير. ماس سمعني بوضوح؟ أيوة، مساء الخير. مساء النور، كده الصوت أوضح. أقدر أسألك دلوقتي ماس عن تطبيق دوسات، إيه المقصود به وإيه الخدمات اللي بيقدمها لمستخدمي هذا التطبيق؟ تطبيق دوسات هو هدية لكل شخص عربي بيصوم، خاصة في رمضان، لأنه عملياً بيعطي برامج يومية، سوشيال وول كامل عن كيف نفطر، كيف للسحار، نصائح يومية، ريسيبيز، وصفات بكل
بكل فمها ولباقتها وتميزها بشكل يومي ورائع. طيب خدمة تواصل اللي أطلقتوها عن طريق التطبيق برضو إيه الجديد اللي بتقدمه؟ خدمة تواصل هي عملية كيف تتواصلي مع أي شخص في العالم وين ما كان بأي منطقة كان بطريقة اللي تاخذ الجواب حالا، يعني أكلتي كشري فأنت عمليا حابة تعرفي كم دمتي بالكشري، كيف تاكلي الكشري، فمباشرة هو لما تحطي صورة الكشري اللي انت اكلتيه بالتطبيق رح يعطيكي جواب كيف قديش تاكلي منه، كيف تتواصلي مع اصدقائك في التطبيق اللي كلياتهم بهمهم ويلنس، بهمهم صحة دائمة، بهمهم نمط حياة صحي، كيف كلهم ياكلوا بشكل صحي وكلهم بدعموكي لانه كلياتهم رح يكونوا موجودين معاكي بنفس النمط. طيب يعني هو نقدر نفهم ان خدمة تواصل متعلقة بالنواحي الصحية، يعني سواء الغذاء او ممارسة الرياضة، ولا في يعني مفهوم اكبر من كده او يمكن خدمات تانية؟ انا هو طبعا بما انه دوسات هي متخصصة في الويلنس وتغيير نمط الحياة لأكثر صحي، فواضح جدا انه اللي بيكون بالسوشيال وول واللي يكون على خدمة تواصل هو عمليا التواصل مع الناس في العالم العربي عن الاكل، سبور، تغيير وزني، الظروف الحياتيه اللي صارت معي وخففت من الاراده اللي عندي، كيف قويت ارادتي، هو عمليا دعم نفسي كامل ومميز بنفس الوقت للناس اللي موجودين بهمهم نمط الحياه الصحي. طيب أطلقتوا التطبيق ده إمتى ماس، وإزاي كان التفاعل مع هذا التطبيق الجديد؟ رائع رائع بفضل رب العالمين، يعني حصدنا الثمار. بعد كل تطبيق بيطلع بدنا نتعلم منه، بدنا نغير، بيكون في باص، بعدها بتحاول تصلحيها، تتعلم من أخطائك، تحاول تبحث شو الجمهور بده، شو الناس بيحتاجوا، شو بيريحهم. فبفضل رب العالمين احنا لما بلشنا بالتطبيق طبعا هو لكل العالم لكل الفئات بس هو مختص للعالم العربي بشكل خاص لانه في الاكل العربي المنسف والدوالي كيف ناكلها وين تناكلها كيف نحطها في البرنامج، طبعا في برامج غذائيه حسب عدد الدوسات اللي انت بتاخذيها. فكثير ما هو ده هيخليني اسالك يعني ليه دوسات؟ المعنى الاسم ايه سبب اختياره؟ ايه الاسم دوسات، لان انت بتقولي على حسب عدد الدوسات كم مره طبعا دوسات هي على وحده قياس للاكل العربي. دوسات اختصار دهنيات بروتينات سعرات فيها بنقيس شو بناكل. فالاكل العربي هو عمليا كل اطباقنا العربيه فبيفرق عن الدايت العادي اللي ممنوع 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 كشري ممنوع منسف ممنوع بقلاوي ممنوع ممنوع. فدوسات بيجي يعطيك المسموح القدر المسموح لإلك، هو عمليا مش بس نظام اكل، هو دعم جماعي كامل اللي هي الطريقه الاولى على مستوى الشرق الاوسط اللي ما في الا منافس في العالم العربي. فانا بفتخر لما بقول دوسات لانه عمليا ما بصير نضلنا ناخذ من الغرب طرق جديده واختراعات، احنا عندنا مين يخترع وعندنا مين يقدم وعندنا مين يستعمل. فانا بفتخر لما بحكي عن دوسات وبحكي عن التغيير الكامل اللي صار في العالم، اكثر من 40,000 قصه نجاح مميزه في العالم العربي بسبب دوسات. فانا فخوره جدا بالتغيير لانه ما بصير نضلنا نقول ممنوع 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 وما بعرف كيف اوكل وما بدي اوكل وبدي اقعد بحرمان. فبفضل رب العالمين طيب طيب ساعدتوا ناس قد ايه او ايه الفيدباك او ردود الافعال اللي بتوصل لكم واللي بتقول انه حقيقي التطبيق قدم دعم سواء بالمعلومه او سواء بالمشاركه مع اشخاص تانيين؟ طلع تطبيق توصيات هو مش تطبيق صعب، هو تطبيق اللي ببلش فيه يعني عاد يعني مش بس الناس اللي بتيجي عندنا على المجموعات الداعمه بتستعمله، يعني اتضح لنا ان الناس اللي هي ما بتعرف شو يعني دوسات لما تدخل على التطبيق وتشوف انه بتساعدها خطوه بخطوه، طبعا كيف تعملها فوتنا عليه كمان رياضه تمارين رياضيه كيف تعملها هي في البيت،
برنامج كامل كيف تاكل كل يوم حسب وزنها، حسب شو بتحب، حسب شو بتشتغل. انا ما عملنا ماركتينج للتطبيق نهائيا نهائيا، ورغم هيك النتائج باهره، نتائج رائعه، نتائج كثير حلوه. فهذا ان بدل على قديش التطبيق الناس حبته، الناس بلشت تتعود عليه، وعندنا نتائج رائعه. ناس نزلت وزن 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو فقط مع التطبيق، وهذا ان بدل على نجاح باهر. طيب خليني اسالك ما السؤال الاخير عن فريق العمل، وهل يعني وجود تطبيق بيقدم مساعدات سواء في الكالوريز او السعرات الحراريه، كيفيه ممارسه الرياضه، الحفاظ على الصحه، هل ده معناه ان في متخصصين من ضمن فريق العمل او اللي بيقدموا استشارات؟ انا بفتخر بفريق عمل توسعات المهني. طبعا عندنا فريق عمل مهني اخصائيات تغذيه طبيه اللي هي مشرفات على البرنامج اللي بينكتب. طبعا الرياضه عندنا مختص للرياضه اللي هو عمليا عامل التمارين الرياضيه مع شارح مع كيف انه نستعملها وين نستعملها. ف والسوشيال وول هو عمليا داعم نفسي من المجتمع اللي بيستعمل دوسات اللي هو مجتمعنا العربي. وهذا كله مع بعضه كثير بيساعد على انه يكمل الصوره، لانه ايد واحده ما بتصفق. يعني السعرات الحرارية، احنا لما انا لما اخترعت دوسات اللي هي السعرات الحرارية، البروتينات، النشويات، فئة الأغذية وطريقة المجموعات، فهي عمليا طريقة رائعة مع انطلاقة مميزة في العالم العربي. وهذا اشي بفتخر فيه لأنه سهل على الناس الحياة. ما بصير ان بدنا نحسب سعرات حرارية واقول انه صحن السلطة 300 سعر حرارية وكعكي 300 سعر حراري، فبقدر اختار من بيتهم. لا، احنا اجت دوسات عشان تشجع على اكل الخضار، اكل الفواكه، تحديد اكل الحلويات، شرب كميات المي بالكميه الكافيه، شرب العصائر بالكميه، العصائر ابتعاد عن العصائر وشربها اذا كانت فريش وبالطريقه المضبوطه. وفوائدها يعني رح يكون كمان مقالات علميه، ريسيبيز، وصفات، برنامج غذائي، فيديوهات يومية. فهو عمليا مرجع كامل للناس في عالم التغذية. أشكرك شكرا جزيلا ماس وتد، مؤسسة تطبيق دوسات، انضمت إلينا عبر الهاتف من فلسطين. وبالتأكيد بنتمنى كل النجاح للفكرة العربية اللي نقت نجاح كبير زي ما كلمتينا دلوقتي. فاصل قصير ونرجع بعدها نستأنف وقفتنا الحوارية في هذه الحلقة. كلية الهندسة في المطرية بجامعة حلوان نظمت مسابقة علمية في مجال الهندسة المدنية اسمها تريبل اس. المسابقة فيها أكثر من مجال، منها طرق إنشاء وتصميم المباني المضادة للصواريخ، وده عن طريق اختيار مواد معينة بتستخدم في البناء، بناء هذه المباني. معانا دلوقتي عبر سكايب عبد الوهاب محمد، قائد فريق ميز اللي صمم هذا المبنى المقاوم للقصف الصاروخي واللي فاز في هذه المسابقة. عبد الوهاب مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. الأول عرفنا إيه هي مسابقة تريبل اس. تريبل اس هي مسابقة دي الموسم الرابع ليها، بتحصل خلال جامعة المطرية كلية الهندسة. كلية الهندسة المطرية جامعة حلوان. بيتم فيها ان احنا نكسر الحاجز الروتيني للطلبة والكلام النظري الكتير اللي احنا بنتعلمه خلال فترة الدراسة بكلام عملي نقدر نطبقه على ارض الواقع ونقدر نستفاد منه لما نتخرج ان شاء الله. اي حد ممكن ينضم للمسابقة دي من طلبة هندسة حلوان؟ مش بس هندسه حلوان، من كل جامعات مصر. السنه دي كنا من 7 جامعات مشاركين، مش من حلوان بس. 7 جامعات مشاركين، وكل مسابقه كانت على 4 مسابقات، كل مسابقه تقريبا 40 فريق، فكان رقم كويس قوي ان هو مشارك السنه دي. وكل سنه عن سنه المسابقه بتتطور وبتضيف حاجات جديده وبتضيف شروط جديده ليه. من افضل الحاجات اللي كانت موجوده من السنه دي ان تم اضافه المباني المقاومه للزلازل، ان بيحصل ان الجروب يعمل مباني من المكرونه الاسباجيتي بيقاوم للزلازل كمنشا في الحقيقه، لان المكرونه الاسباجيتي ضعيفه جدا، فان هو حد يعمل
منشا على شكل تروست ان هو يقاوم بيه زلازل، ده حاجه كويسه جدا. طيب يعني موضوع انك تستخدم مكرونه سباكيتي، يعني ده محدد من ضمن المسابقه انك تستخدم الماده دي في انشاء النوع ده من المباني، صح كده؟ في انشاء المباني المقاومه للزلازل محدد المكرونه السباكيتي. اما في حاله اشمعنى اختيار، خليني افهم برضو، يعني اشمعنى المكرونه السباكيتي؟ مكرونه السباكيتي ضعيفه جدا، هو بتستحملش، فان حد يعمل يعمل منشا من ماده ضعيفه جدا ويستحمل، ده معناه ان انا لما اكبر المنشا او اعمله من منشات من ستيل او من كونكريت في الحقيقه في المواقع هيستحمل اكتر، يعني انا بصغر اللودر عليه وبصغر كمان الماتيريال اللي هو شغال بيه بحيث ان انا اتماشى معاه. لكن في المسابقه الاي بي دي اللي هو بتاع المنشات المقاومه للصواريخ، لا بيستخدم فيها حديد تسليح عالي جدا وهي خرسانه، بس حديد التسليح ان القطر بتاعه ما يزيدش عن 1.5 مللي، يعني تقريبا ربع سمك القلم انبوبه القلم. طيب المسابقه زي ما قلنا فيها عدد من المجالات، منها طرق انشاء وتصميم المباني المضاده للصواريخ، ده واحد من كم مجال؟ يعني ايه مجالات المسابقه؟ كان اربع مجالات. اول مجال ليهم هو الكباري اللي بتتعمل كفرس وجملون، ده بيشوف منشا وزنه قليل جدا بيشيل قد ايه، يعني في منشات بيكون وزنها كيلو بتشيل 70 كيلو. ده اول مجال. ثاني مجال الاي بي دي اللي هو المباني المقاومه للصواريخ والصدمات، وده اللي احنا فريقنا اخذ فيه مركز اول، وده عباره عن ان هو بينزل امباكت لود على جهاز بجهاز على فريم من الخرسانه، الفريم ده له طبعا شروط كتيره قوي، منها الوزن ما ينفعش يعدي عن 3 كيلو 400 جرام، حديد التسليح ما يزيدش عن 1.5 مللي، وده كان قطره قليل قوي لحديد التسليح. الابعاد كمان كان بيحط لك شروط للابعاد، وبيحط لك شروط لاي سيكشن هياخده، كروس سيكشن هياخده يكون عدد الاسياخ فيه ما يزيدش عن 5، عدد الكنات ما يزيدش عن 11 كانه عشان تقاوم بيهم الشير، وفي حاله ان انت كسحت عدد الكنات بيقل قد عدد التكسيح في الحديد بتاعك. بيتم ازاي بقى التجربه العمليه، بيجيبوا الفريم وبيثبتوه في الجهاز، وبيوصل بقى عباره عن وزن 3 كيلو 8 كيلو 300 جرام، بيرميه اول مره من على مسافه نص متر، بعدين ثاني مره من على مسافه متر، وكل مره بيزود نص متر لعند ما يوصل لمسافه 3 متر، ويبدا بقى يرمي ثاني وثالث لعند ما يشوف الفريم هيتكسر عند قد ايه، وبيحط تحت الفريم ده بيضه صغيره جدا. البيضه دي جسم حساس قوي بيتخدش من اي حاجه. المسابقه بتاعتك بتنتهي بعدد الضربات لما البيضه بتاعتك بيحصل لها خدش. اي خدش بسيط في البيضه انت كده انتهيت. الفريق اللي حصل على المركز الاول السنه دي استحمل 11 صدمه، منهم 6 صدمات من على ارتفاع 3 متر، وده كان اكتر رقم قياسي، وكان وزن الفريم 3 كيلو بس مش 3 كيلو 400 جرام. ان حاجه 3 كيلو كانت بتستحمل امباكت لود كان بيوصل عشان تحوله من ديناميك لستاتيك ل 640 كيلو، كان رقم كويس قوي. يعني انتوا حصلتوا على المركز الاول. تمام الحمد لله، ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نوصل. طيب احنا شفنا صورتكم من شويه، صوره الفريق، فريق ميز، كلمنا عن الفريق والعدد قد ايه، ليه سميتوا نفسكم ميز كمان؟ تمام. في البدايه انا هبدا من حضرتك ما انتهيتي، ليه سمينا ميز؟ لان الميز بتدل على المتاهه. دايما واحنا في الكليه الدكاتره بيدونا جيفن وطالبين مننا ريكوايرد، اما في المسابقه هنا مفيش حد بيديك الجيفن، انت اللي بتعمل كل حاجه بايدك وانت اللي بتطلع كل حاجه بايدك. منها مثلا مقاومه الخرسانه، احنا اللي بنعمل الديزاين ميكس للخرسانه بتاعتنا واحنا اللي بنطلعه في اغلب الامتحانات، احنا بناخده معطك، يعني ده في البدايه معاك. المتاهه دايما واحنا صغيرين لما كنا نحب نلعب متاهه كان اسهل طريقه لحل المتاهه انك تمشي بالعكس. يعني تشوف الموزه اللي كان القرد عاوز يوصلها من اربع طرق، بدل ما تمشي من الطريق الاول وبعدين تشوفه ينفع ولا لا، والطريق الثاني وتشوفه ينفع ولا لا، تروح من الطريقه بتاعت الموزه لاقرب حاجه للقرد. فالميز كان عباره عن متاهه ان احنا حلينا المشكله بتاعتنا بالعكس، ازاي؟ احنا عم وصلنا لاعلى خرسانه احنا نعرف نوصلها، المقاومه بتاعت الخرسانه بتاعتنا كانت 112 ميجا باسكال بعد ال 100 يوم، في ظل ان المقاومه بتاعت الخرسانه في المنشات العاديه 20 واحيانا 15، وفي بعض المنشات المهمه قوي بتوصل ل 30، وفي بعض الكباري المهمه قوي بتوصل ل 60. كنا ان احنا كنا لسه طلبه ونعمل مقاومه الخرسانه ضعف تقريبا اللي بيتعمل في الكباري، فكان ده كان شيء كويس جدا، كانت تجربه رائعه يعني، وكويس جدا ان اتاحت لنا الفرصه ان احنا نعمل ده. ده عن تسميه ميز. اما عن الماتيريال اللي احنا استخدمناها،
احنا استخدمنا كل الماتيريال المتاحه، لان كان الميكس بتاعنا كان معمول من الاسمنت والميه وبعض الاضافات زي السيليكا فيوم وزي السوبر بلتفايزر والحاجات العاديه جدا اللي هي متاحه ان احنا نعمل بيها اي حاجه، والتكلفه بتاعتها مش ضخمه قوي. ممكن يعني ممكن اي منشا نقدر نطبقه في الحقيقه بنفس المواد دي بنفس الديزاين ده وبكفاءه عاليه جدا وتكلفه اقل جدا، لان دي اهم حاجه في الهندسه ان احنا نوصل لكواليتي عاليه قوي وكوست قليل بقدر المستطاع. طيب العدد انت شرحت لنا الاسم وليه اخترتوه وطريقه عملكم كانت ازاي، لكن انتوا عددكم قد ايه؟ انتوا في سنه كام في الكليه؟ تخصصكم ايه؟ يعني ادينا تفاصيل اكتر. احنا القسم بتاعنا تشييد ومدني، قسم مدني وقسم تشييد. العدد المسابقه مسامحه ان احنا نكون عند 8 افراد في التيم، ما ينفعش نزيد عن كده، لكن احنا كنا 7 في التيم بتاعي، انا كنا 7. بيتم اختيارنا على ايه في البدايه؟ هو مين حابب يشارك، مين عنده فكره ان انا اشارك وانا ان انا ان شاء الله، يعني دي كانت ده الموسم الرابع بيتعمل في الهندسه المطريه. دي كانت اول مشاركه لينا كتيم كله، كلنا كنا اول مره نشارك، فان احنا ناخد مركز اول ده كان يعني حلم من البدايه معانا. يا شباب احنا عايزين ناخد مركز اول، طب هنعمل ايه؟ هنبحث ازاي الفكره هتكون ازاي؟ احنا في سنه ثانيه مدني، ثانيه تخصص، سنه سنتين ان شاء الله في الكليه. اي حد في ثانيه مدني يقدر، من ما ثانيه وثالثه مدني ورابعه، يقدر يشارك في المسابقه اللي هي بتاعت اي بي دي اللي هي المباني المقاومه للزلازل. اما في الناس اللي في اولى مدني تقدر تشارك في المسابقه الثانيه اللي هي الجنرال، اللي هي بيشوف اي مشكله عندك، اي مشكله هندسيه وازاي بتحلها، ودي كانت مسابقه من ضمن المسابقات الاربعه اللي متاحه خلال المسابقه. طيب خلينا نقف شويه عبد الوهاب، لانه معاك في نفس الوقت بينضم الينا عبر الهاتف المشرف على مسابقه تريبل اس دكتور محمد حلمي، اكيد هيدينا فكره اكتر عن المسابقه وازاي بتكتشف الطاقات الابداعيه الموجوده عند الطلبه. مساء الخير دكتور محمد. اهلا بحضرتك. شيء جميل طبعا اللي احنا بنسمعه، بالذات ان عندنا فقره تانية برضو عن فريق اخر حصل على مركز متقدم في هذه المسابقه، فيا ريت نعرف ازاي الفكره جت وليه اسمها تريبل اس، يعني اكيد في هدف ورا المعنى او ورا الاسم. اسفا هو في الحقيقه كانت البدايه المسابقه من 4 سنين، كان عندنا اكتر من هدف. الهدف الاولاني في المسابقه ان انا كنت عايز اقضي على حته الروتين شويه في الحياه النظريه او المحاضرات النظريه اللي بياخدها الطالب، وعايز اربط له ما بين الجزء النظري والجزء العملي او الجزء التطبيقي. دي كانت بدايه الفكره. وبعدين كان في هدف ثاني ان انا كنت عايز اخلي الطلبه ننمى عندهم قدره البحث العلمي، ان هو يقدر ان هو يبحث عن المعلومه، ما يبقاش هو مجرد ان هو قاعد في المحاضره بياخد معلومه وهي على قد المعلومه اللي هو خدها وبس. صحيح. كنت عايزه ان هو يبدا هو يطور من نفسه ويطور من فكره وهو يدور على معلومات اكبر. الهدف الثالث ان انا كنت عايز اخليهم يشتغلوا كتيم ورك، اللي احنا مفتقدين لحته ان الطلبه تقدر تشتغل في مجموعات. كان كل واحد ممكن يبدع لوحده، لكن ان انا اجمعهم كلهم في حاجه واحده دي كانت مهمه جدا. فكانت البدايه من 4 سنين حاولت ان احنا نعمل مسابقه بسيطه، بس انا كنت في الاول يعني قلقان شويه ان هي ممكن ما تبقاش فيها قبول او الناس ما تحبهاش او كده. لحد ما كان في احد يعني ستودنت اكتيفيتي كده صغيره، كان في باشمهندسه اللي هي دلوقتي باشمهندسه بقى، هي كانت الاول لسه في سنه اولى مدني، عامله موديل لكوبري صغير. فقلت يعني ايه ده، في امل. فبدات ان انا في المحاضره كلمتهم عن الموضوع، لقيت الطلبه متحمسه جدا 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 ان هي تعمل مسابقه. كانت من هنا بدايه المسابقه الاولانيه، كنا مسمينها جنرال كومبيتيشن. المسابقه دي كنت سايبهم طلبه اولى مدني، يعني الفرقه الاولى مش سنوات متقدمه في الهندسه المدنيه. الطلبه بدات ان انا يعني قلت لهم انا عايزكم كل واحد يدور على مشكله موجوده في الحقيقه وهو يحاول يحلها، مشكله انشائيه طبعا. أو إن هو يبتكر حاجة مش موجودة، منشأ متخصص جدا وهو يقول لي فكره الإنشائي فيه إيه ونتناقش مع بعض. وقلت لهم أنا مش عايزك إن أنت يعني تبقى تاخد حاجة من اللي إحنا بندرسها بس، لا أنا عايزك يعني إيه تبحث أنت وتدور. واديتهم شوية توبكس أكبر من سنهم بكتير. طب جميل. طيب دكتور محمد،
4 سنين كشفوا لك ايه عند الطلبه؟ وفي نفس الوقت خلينا نعرف انه فكره ناجحه زي دي بتطبق ال4 سنين، كانت الامور سهله ولا كان في صعوبات، او انتم محتاجين دعم او تسهيلات بشكل ما او باخر يخلي الفكره دي تنجح وتكبر وتكتشف مواهب اكتر في مصر؟ لا طبعا، هي في البدايه كانت الموضوع كان صعب شويه، وما كانش يعني، كان معظم الناس حتى بتقول لي انت ليه بتعمل الموضوع ده؟ وليه بتعمله للسنه الاولى بس؟ فكان في علامات استفهام كتير على حوالين الموضوع. كنت بقى يعني انا ليه برضه سنه اولى بس؟ انا احب انوع على الحته دي، لان انا كنت عايز الطالب هو لسه داخل الهندسه المدنيه يبدا هو يكتسب خبرات من صغره. يعني بدل ما اروح اجيب طالب في سنه رابعه ان هو خلاص يعني فكره الهندسي تكون بنسبه كبيره، لا، انا كنت عايز طالب صغير. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا اكتشفت ان الطلبه عندهم طاقه كبيره جدا، والشباب عموما يعني عندهم طاقه كبيره جدا، واحنا ممكن نستغلها، وعندهم افكار ممتازه، ولما بيتعاونوا مع بعض بيطلعوا افكار على مستوى عالي جدا. المسابقه كانت في الاول كانت صعب تنفيذها. الحمد لله كان في كنا محتاجين طبعا دعم كبير، والحمد لله يعني بدانا نحصل على دعم الجامعه، يعني تبنت الموضوع الاستاذ الدكتور ماجد نجم وعميد الكليه الاستاذ الدكتور محمد فتوح تبنوا الموضوع بصوره كبيره وبداوا يدعمونا. وصلنا دلوقتي ان احنا في السنه الرابعه، وفي السنه الرابعه بدا يدخل معانا جامعات مختلفه من مختلف الجامعات سواء حكوميه او خاصه. صحيح صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حلمي المشرف على مسابقه تريبل اس. اكيد مسابقه اكتشفت الكثير من الافكار الخلاقه والابداعيه عند الطلبه. هنكون بعد الفاصل مع يعني فريق اخر او من يمثلهم اللي استطاعوا ان هم ياخدوا مركز متقدم ايضا في مسابقه تريبل اس، لكن بابتكار اخر او بدراسه وبفكره اخرى عن كيفيه تصميم مبنى دوار لكن بشكل مختلف. بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه. نبدا حوارنا دلوقتي مع احمد الجنزوري قائد الفريق المصمم للمبنى الدوار الحاصل على المركز الاول في مسابقه تريبل اس. اهلا بك يا احمد. أهلا. خدنا فكره طبعا دلوقتي من كبيره من المشرف على المسابقه او صاحب الفكره، فريق اخر فاز. كلمنا عن الفكره بتاعتكم والفريق بتاعكم واي مجموعه او يعني فرع من فروع المسابقه انتم شاركتوا فيها. احنا في الاول شاركنا في مسابقه السباكيتي، هي كتريبل اس منظمه زي ما دكتور محمد حلمي قال. 4 فروع للمسابقه، فرع سباكيتي وفي فرع تاني الجنرال وفي الاي بي دي وفي فرع تاني سباكيتي بس بيعمل منشات مقاومه للزلازل. فاحنا شاركنا الاول خالص في سباكيتي، بنعمل كوبري او بنعمل منشا يشيل اوزان من مكرونه سباكيتي بس. يعني احنا كان المفروض المكرونه بتاعتنا كانت 1.5 كيلو وزنها، قدرت ان هي تشيل 60.5 كيلو. كيلو ونص تشيل 60 كيلو ونص من اي مد 60 كيلو ايا كانت 60 كيلو. هو الباكت كنا حاطين باكت معلقينه في المنشا بتاعنا وكان بيتحط فيه دنابل اللي هي بتاعه الجيم وزودنا عليه تراب. فيعني هي مش مهم المواد اللي بنوزن بيها، بس في الاخر طلع ان الوزن 60 كيلو ونص. فطبعا هي الفكره بتاعه المكرونه اللي بدانا مكرونه لان هي ماتيريال ضعيفه جدا وفي نفس الوقت رخيصه.
فاحنا كنا بنعمل حاجه مش مكلفه بس احنا لو طبقناها في الحقيقه هتقدر ان هي تشيل اضعاف الوزن ده بكتير يعني. فهي الموضوع المسابقه السباكيتي اسمها كده في مسابقه السباكيتي فرع من فروع المسابقه. طيب لحد ما وصلتوا ان انتوا الكيلو ونص مكرونه سباكيتي يشيل 60 كيلو ونص من الاوزان، وصلتوا للموضوع ده بعد كام محاوله؟ يعني بداتوا بوزن كام ووصلتوا لحد 60.5 كيلو؟ احنا في الاول خالص اول ما بدانا نعمل كنا عملنا واجهه واحده بس، وبعد ما خلصناها اكتشفنا ان احنا بنعمل غلط خالص، فالواجهه دي يعتبر اترمت. بعد كده عملنا واحد تاني تراس تاني، ده كملنا كله، بس لما جينا ان احنا نوزن ونحمل عليه طلع ان هو شال 9 كيلو و200. ف 9 كيلو 200 في مسابقه زي دي وهو كان وزنه تقريبا كيلو 700، فما كانش مدي اي انديكيشن ان احنا ممكن نعمل حاجه او ممكن نفوز. وده اللي خلانا ان احنا نشارك في المسابقه الثانيه او الفرع الثاني برضو اللي هو الجنرال. ف يعني احنا كنا داخلين مسابقه السباكيتي بعد ما لقينا ان هو شال 9 كيلو 200 ان احنا مش داخلين نكسب فيها، احنا داخلين بس عشان احنا مسجلين اسامينا فهنعمل تراس وهنقدمه وخلاص، انما هنركز في الفرع الثاني اللي هو الجنرال. بس شويه واحنا مكملين قلنا لا احنا هنحاول ثاني وهنعمل ثاني، وفعلا عملنا واحد ثاني وقدر ان هو يشيل 50 كيلو وفضل ما اتكسرش، الباكت كانت ملا وشال لحد 50 كيلو وما اتكسرش. فطبعا ده خلانا ان احنا نفرح جدا لانه بعد 9 كيلو 200 من اول تجربه، وفي ناس كان شال معاهم 58 في اول تجربه، فكان بالنسبه لنا 9 كيلو 200 ده مش رقم خالص. فلما وصلنا في التجربه الثانيه لحد 50 كيلو فحسينا ان احنا ممكن فعلا نحقق حاجه، بجد يعني ان هو في امل ان احنا نحقق حاجه. ففعلا عملنا واحد ثاني وقلنا خلاص هندخل بيه المسابقه، بس ما نعرفش هو يشيل كام، ان هو في التجربه كان وصل 50 وما كسرش. فقلنا هنعمل واحد ثاني وهنخش بيه المسابقه، وفعلا عملنا وكان وزنه كيلو ونص وشال 60 كيلو ونص. انتوا بتحملوا الكيلو ونص المكرونه سباكيتي بتحملوها بالاوزان اثناء المسابقه؟ يعني ده قدام اللجنه اللجنة حتى مش احنا اللي بنحمل، احنا بس بنكون واقفين في ناس مختصين هم اللي بيحملوا. فهي الفكره كلها ان المكرونه يعني لو جبت عود مكرونه وضغطت عليه كده هيتكسر، بس لو جبت نفس العود وجيت اشده هيبقى اصعب بكتير ان انا اكسره. فالفكره ان احنا باشكال هندسيه بنحاول ان احنا نعمل كوبري كل اللينكات اللي فيه احاول اخليها ان هي تشيل شد مش ضغط، لان المكرونه مع اي ضغط هتتكسر. فهو ده التفكير اللي احنا قدرنا نوصل له، نعمل الشكل المعين اللي يخلينا ان احنا نشيل شد اكتر من الضغط. فانا الحمد لله وخدنا مركز اول في التراس، وما كناش متوقعينها الصراحه يعني، بس هي الحمد لله احنا تعبنا فعلا والبيت فعلا بيلاقي في الاخر اكيد. بس انتوا طب ايه الجديد في فكرتكم؟ يعني انت لما بتقدم فكره جديده لمبنى دوار بيشيل الاحمال دي كلها، او يعني مبني على طراز معين، ايه الجديد في الطراز ده؟ الموضوع المبنى الدوار او روتيتنج تاور ده هو الفرع الثاني المسابقه اللي شاركنا فيها هو الجنرال. فاحنا بالصدفه كنا بندور على اي فكره عشان نطبقها على النت، فبالصدفه لقينا ان في مبنى المفروض هيتعمل في دبي من سنه 2016 بس لحد النهارده ما اتعملش، واتاجل فعلا لسنه 2020. فاحنا لما لقينا البوينت دي مسكنا فيها وقلنا هندور نشوف ايه السبب اللي خلى المبنى ده يتاجل، مع ان المفروض انه في دبي في شركات انشائيه كبيره فالمباني بتخلص بسرعه. فدورنا وطلع ان اكبر مشكله في المبنى ده هو مشكله في الاستراكشر بتاعه او في النظام الانشائي بتاعه. لان نظام المبنى ده هو عباره عن ان انا عندي بس كور او قلب المبنى، ده اللي بيتصب في الموقع اللي هو بيبقى تقريبا عمود بطول المبنى كله بقطر من تحت خالص في القاعده 30 متر بيتدرج لحد 20 متر فوق. هو ارتفاعه حوالي 435 متر 80 دور، ارتفاع الدور تقريبا من 5 ل 5.5 متر. فالفكره بتاعته للنظام الانشائي هو يعتبر ما فيهوش غير الكور اللي هو قلب المبنى ده، بقيه الادوار بتتركب عليه بتبقى بري فابريكيتد او مصنعه مسبقا في المصنع وبجيبها بتتركب بس في الموقع. فكل اللي بيتصب في الموقع هو الكور. فهو كان فكرته كويسه جدا ان انا كده بوفر عماله، يعني انا عندي العماله اللي بتكون موجوده في الموقع بتبقى 90 عامل مقابل 2000 في المنشا العادي، وفي نفس الوقت انا كده بوفر فلوس وبوفر وقت. غير كده ان هو مبنى صديق للبيئه لان انا بركب ما بين كل دور والتاني توربينات هواء وحاطط فوق السطح سولار بانلز كمان بتجيب لي طاقه، فالمبنى ده تقريبا بيطلع لي 1,200,000 كيلو وات اور من الطاقه. فدي بتكفي تشغله كهرباء وبتكفي كمان بيبقى فيه فائض، فالمبنى نفسه بيبيعه للمباني المجاوره طبعا تحت اشراف شركه الكهرباء اكيد. فده كده بيدخل لي ربح تاني غير ربح الايجار. فاحنا دورنا وقلنا ازاي مبنى زي ده ما تنفذش لحد النهارده. فزي ما قلت لحضرتك المشكله في النظام الانشائي بتاعه ان هو المبنى كله متحمل على الكور،
فالكور كان عليه ستريس عالي جدا. الكور اللي هو ايه يعني؟ هو هندسيا اسمه الكور. هو يعتبر زي العمود اللي هو او قلب المبنى. هو عمود بطول المبنى كله بالارتفاع بتاعه، بيبقى بتدرج من نص قطر 30 متر عند القاعده لحد ما بيوصل ل 20 متر فوق خالص عند اخر دور. فانا كده كل الاجهادات اللي عندي على الكور ده مخليه ان انا عندي ستريس عليه عالي جدا. غير كده ان ال 30 متر حتى بتاعت اللي هي نص القطر بتاع الكور مش كافيه ان انا احملها على التربه، خلي المبنى كله يبقى متشال على 30 متر بس. فدي كانت المشكله اللي واجهته. فلما قعدنا ندور في الفكره وازاي ان احنا ممكن نحلها، فلقينا اكتر من طريقه، وفي ابرز ثلاث طرق ان احنا نعمل الكور ده اتخن. يعني نزوده عن ال 30 متر. بس المشكله دي كان فيها عيوب، ان انا كل ما ازود خرسانه انا كده بزود تكلفه، وفي نفس الوقت انا بزود الديد لود او الوزن بتاع المبنى. فهيبقى في مشكله في الاساسات. ان الاساسات ممكن ما تشيلش الوزن بتاع الخرسانه. الحل الثاني كان ان انا استخدم هاي جريد كونكريت، او استخدم خرسانه نوع احسن هتشيل ستريس، بس انا برده ما حلتش مشكله ان انا عايز ازود مساحه الاساسات علشان الاريا تبقى تزيد، فالستريس يقل على التربه. لان هو المبنى المفروض يتعمل في دبي، ودبي معروف ان هي ارض صحراويه ومعرضه للزلازل. المفروض يتعمل في دبي ده يعني انتوا عرفتوا انه في مبنى بالتصميم ده بس كان عنده مشكله انشائيه فما تنفذش. بالظبط. فهل انتم لما وصلتوا للحلول الهندسيه دي تواصلتوا مع نفس الشركه؟ يعني انتم اخذتوا وعيد بانه فعلا المبنى هيتصمم وهيتنفذ؟ هو احنا بعد ما دورنا على الافكار ودورنا على الحلول اكتشفنا ان هي الشركه الانشائيه اللي ماسكه المبنى فعلا هتنفذ الحل اللي احنا عملناه، بس مش يعني مش بتواصل مننا. احنا عرفنا ده بعد ما احنا وصلنا للحل، عرفنا ان هم تقريبا او فكره قريبه منها جدا هم اللي هينفذوها فعلا. والمبنى هيتنفذ سنه 2020. فالفكره بتاعتنا بس مش نفس، يعني هم ما اشتروش نفس الفكره بتاعتكم، هم وصلوا لحل مشابه. بالظبط، هو نفس الكونسبت او المين ايديا بتاعتنا، بس هو كان فيها شويه تعديلات. فاحنا الكونسبت بتاعنا ان احنا عندنا الكور زي ما هو، مش هنزود سمكه ولا هنستخدم اي خرسانه ثانيه، احنا هنزود له حاجه اسمها الاوتريجر. الاوتريجر دي كان انا العمود عندي وبثبته باعمده ثانيه، او تعتبر زي كاني بعمل له سندات. ان هو انا كده لما عملت دول انا كده بخليت ان الاستريس يتوزع على الاعمده الزياده دي. غير ما كان بس كله متحمل على الكور. وفي نفس الوقت كل عمود من دول هيبقى ليه اساسات تحت، فيبقى انا زودت المساحه بتاعه الاساسات، فيبقى قللت الضغط على التربه. فهي دي كانت يعتبر البيزك كونسبت بتاعنا. فريقكم مكون من كم فرد يعني؟ احنا هو كان اقصى حد لينا نكون 8 افراد، واحنا فعلا كنا 8. كلنا اولى مدني، فكانت بتقابلنا مشكله كبيره جدا. مدني. لسه كلنا يعني اولى مدني. ما هي دي كانت اكبر مشكله، ان احنا يعتبر كلنا ما عندناش، يعني مهما كنا خدنا في الكليه بس ما عندناش النولج الكافيه ان احنا نعمل منشا او ان احنا ندور في حلول. شركات كبيره ما قدرتش ان هي توصل لحاجه فيها. فغير كده كمان ان المبنى يعتبر اول مبنى في العالم هيتعمل في دبي، فما فيش افكار كتير موجوده عنده على النت حتى. يعني اي مبنى تاني انا ممكن ادور على النت الاقي مثلا مبنى مشابه اتعمل قبل كده، فاشوف الايديا بتاعته، اشوف ايه الافكار واجهوها ازاي. فده كان لسه لان اول مبنى، فكانت دي مشكله تانية بالنسبه لنا. بس احنا خلاص، احنا لما احنا فقدنا الامل في تراس قلنا احنا لازم نكسب مركز في الجنرال. فدورنا يعني بكل اللي احنا نقدر عليه، والتيم بتاعي بصراحه قام بالواجب بزياده. قد ايه بعد كم فرد في التيم؟ 8. طيب كلكم في سنه اولى؟ كلنا اولى مدني. طيب المسابقه والجائزه اللي حصلتوا عليها في المسابقه دي خطوه اولى، انتوا كمان لسه في سنه اولى، فاكيد لسه قدامكم طريق الدراسه طويل، وان شاء الله كمان طريق الحياه العمليه. لكن ايه احلامكم؟ يعني ايه الحاجه الهندسيه اللي انتوا نفسكم توصلوا فيها لفكره جديده او بحث جديد او تنفيذ مختلف؟ احنا يعني بما اننا مدني، فطبعا يعني كل اهتماماتنا هتبقى بالانشاء، ففكره المباني الجديده او ان انا احاول اطور من المبنى فدي تبقى حاجه كويسه. يعني هي فكره الروتيتنج تاور ده اصلا في مهندس معماري ايطالي اسمه ديفيد فيشر، هو اللي فكر قال انا عندي اي مبنى مهما كان شكله او حجمه في الاول وفي الاخر هو ثلاث ابعاد، طول في عرض في ارتفاع. انا ليه ما جددتش كده؟ يعني ليه ما احاولش اعمل فكره جديده وان اعمل مبنى 4D؟ طبعا 4D بعد رابع، فالناس هتستغرب. فالبعد الرابع كان هو الزمن. انا عندي المبنى بتاعي بيعتمد بشكل كبير على الزمن، لان في كل لحظه هيبقى شكل معين، يعني كل لحظه المبنى هيبقى يختلف من شكل التاني. فدي طبعا حاجه كويسه ان احنا نحاول نبقى اوت اوف ذا بوكس، او نفكر بره الصندوق، ان احنا نجيب افكار جديده نحاول ننفذها، لان يعني دي احسن حاجه دلوقتي عشان نواكب التطور السريع اللي احنا يعني اللي حوالينا. فاحنا عايزين نعمل حاجه جديده فعلا،
والتيم بتاعنا ان شاء الله هندخل المسابقات الثانيه وان شاء الله نحقق مراكز برضو زي ما عملنا ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا احمد الجنزوري قائد الفريق اللي صمم المبنى الدوار اللي حصل على المركز الاول في مسابقه تريبل اس. شكرا جزيلا يا احمد. ومشاهدينا بترككم الان في ختام هذه الحلقه مع هذا التقرير، ونلتقي في الاسبوع القادم وموضوعات جديده في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معرض الهولوجرام ثلاثي الأبعاد الذي يقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، تقدم فيه الشركات العاملة في مجال الهولوجرام ثلاثي الأبعاد عروضا تبدو حقيقية، حتى أننا يمكننا أن نرى الكرة الأرضية وهي تدور حول محورها كما لو أنها في الفضاء فعليا. ويعتقد كينجي كاوادا مدير إحدى الشركات التكنولوجية العملاقة المشاركة في المعرض أنه سيتم دمج الصور المجسمة في المستقبل في الحياة اليومية. ويقول كاوادا إن نظام الهولوجرام له استخدامات عديدة وليست للتسلية فقط، ولكن أيضا فيما يتعلق بمجال التسويق الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين عرض العناصر بمزيد من التفاصيل، إذ من الممكن تغير صفات منتج مثل حذاء بتكبيره أو تصغيره أو تغيير لونه. وتقدم شركة أخرى شاشات عملاقة يرى مبتكروها أنها ستحدث طفرة في عالم الإعلانات للعملاء. كما تعرض إحدى الشركات تقنية أخرى تعمل جنبا إلى جنب مع تقنية الواقع الافتراضي، مثل دائرة قصة يابانية مع صور رقمية منعكسة على المسرح. كما يمكن عرض الأداء على المسرح من خلال نظارات الواقع الافتراضي. ويعد معرض كونتنت طوكيو الذي يقام سنويا معرضا متخصصا لمتابعة أحدث الابتكارات في مجال الهولوجرام والواقع الافتراضي.